édition Orion Music, présente Abdel Moula. خطر سخنيني محمد وحسان وعبد الحق. هيا ما نساوش كاع الاحباب لا فامي سويدي.
اوريو ميوزيك اديسيون بريزونت عبد المولى في خطر الشبط ومحمد مهليل مريم الصغيره ورشيد ونصر الرباط وفي خطر كاتو في قناس بودير ومازامي وهبون قالوا سعيد شنا سعيد مريواري ونغم ميوزيك خطر عبد الله حنيشة وناس برقم ويا الحوتة ونخاف علي شحال من صيادي قابر فيك شبيع من شافك راه طامع فيك شبك وصنان المرصود عليك ربي خلقك وسط الماء قنعي ورضي بالقسمة عندك تغويك الطعمة تديك حلي عيني ويا الحوتة ونخاف عليك شحال من صيادي قابر فيك شبيع من شافك راه طامع فيك شبك وصنان المرصود عليك ربي خلق
لها بيدي البواج القوية ياك لعبت بيها ربي خلقك وسط الماء قنعي وارضي بالقسمة عندك تغويك الطعمة تاديك خلي عيني
عليها سقيمة حاول تفهمه واللي يسعفه واللي جهل كيفاش يدير قلب الشي وسلام اللي تلفو تلفو ليش لا تحاولي هي مغيرات كايزي لو نقدر علاش تديني
Édition Orion Music présente à Tamoula. Fatar Zrida au café au Sref. Fatar Restaurant. عندك رد البال لا تهم وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لكي الأمور كيرها خويا عندك رد البال لا تهم وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لكي الأمور كيرها خويا تربح وتنال فديك الضر حاجتك مقضية ولا يغويك الصغر والمال راه حياتك غير ثانية كن عقل تربح وتنال فديك الضر حاجتك مقضية لا يغويك الصغر والمال راه حياتك غير ثانية يا بنادم عندك رد البال لا تهمن وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لا كير أمور كير يا خويا يا بنادم عندك رد البال لا تهمن وتيق في الدنيا قبلك رجال صالوا جالوا مشاء وضحيا وتبعوا بليس في طريق الضلال نقبر رشبر حفرة من سيا مش حلفاتوا قبلك رجال صالوا جالوا مشاء وضحيا تبعوا بليس في طريق الضلال لقبر شبر حفرة من سيا ابنتن عندك رد البال لا تهمن وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لا كير ومون كير يا خويا عندك رد البال لا تهمن وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال ناكير ومنكير يا خويا الهضرة في الناس والقيل والقال تدي بنادم للهوية وخدك من الحرام تبع الحلال ربي سبحانه مخفات وخافية الهضرة في الناس والقيل والقال تدي بنادم للهوية يا خويا وتبع الحلال ربي سبحانه مخفات وخافية يا بنادم عندك رد البال وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لكي الأمور كير يا خويا عندك رد البال لا تهمن وتيق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لكي الأمور كير يا خويا
عطتني لفتيك الدار حاجتك مقضية يا ولا يغويك الصغر والمال راه حياتك غير ثانية يا كن عقل تربح وتنال فيك الدار حاجتك مقضية لا يغويك الصغر والمال راه حياتك غير ثانية يا بنادم عندك رد البال لا تمن وتثق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال لا كير ومون كير يا خويا يا مايك رد البال لا تمن وتثق في الدنيا كيف تدير يوم السؤال
بسبي